السلام عليكم ليكيب، شحال تكون بخير وعلى خير. جوله جديده في عنابه. اليوم بدينا نصوروا في لايلان، نعطي جهه شون مارس سونتر فيل. مع العمل مره ونجينا نكتبوا ان شاء الله. وبس ولاية عنابة
بعد عنابة وعنابة على لاسوسياسيون تاع عنابة حجز عنابة ولات هي الأولى على مستوى الوطن. نعم. عنابة ولات هي الأولى برصة أكواع اللي هي اللي تاعها اللي طلعتها بالمعاونة تاعها. نعم. حق المعاونة تنشكر دابور الإذاعة تاع عنابة. وهذا واجبنا الحاج يعني واجبنا. ما يعني نعم. بارك الله فيكم ويرحم والديكم. وثانيا نعم. المتبرع بالدم نشكر الشعب تاع عنابة اللي راهو يعني بالمستوى نتاعو راه واحد مريض في عير يجاوب في المستوى نتاعها. نشكر الشعب تاع عنابة كامل ونشكر اللجان تاع عنابة كان الجمعيات تاع عنابة ثاني راهم يعاونوا فينا. والكشافة الإسلامية. نعم. بس المريض مسكين واش يستنى؟ ما يستناش قراءة تاع ماء ولا كعبة تاع التفاح يستنى قراءة تاع دم. نعم. عندنا فقر الدم شكل اللي راهم يطلبوا الرب يعني الرب اللي يعلم راهم كاينين هذوك الفصيلة الواعرة شوية تاع أو نيجاتيف وأ نيجاتيف والبي نيجاتيف. نعم. واعرين شوية والله مساكن تلقانا نطلبوا في المطوعين يجوا يطوعوا ليهم. باش يعطيهم الدم. وعندنا ثاني الكيريجين. وعندنا لاشني كابتيراز الصغار ثاني مساكن عندنا الحوامل الا غالب وسحب نشكروا للمواطنين والمتبرعين بالدم اكثر واكثر من المتبرعين بالدم الدائمين. نعم. وإذاعة عنابة نشكر إذاعة عنابة ديما راهي واجهة معانا. نعم طيب الحاج حما اسمح لي نسقسيك ربما لو تحدثنا على بداياتك انت كمتبرع يعني الحاج. كيف وش من وقت بديت وربما كيفاش كانت العملية؟ المتبرع بالدم نشكر الرحمة على جماعة راشيد الله يرحمه الله يرحمه ويرحمه وهم كانت سطر مركز حقل الدم كان سطر سنتي قالوا جميع واحد جماعة همها راهم شي ابني يا ماما القلب تعمر لا بريال تليفون الاخبار على جلها نحجر ننسى قاع محامة لا قصتي قصة حكاية طويلة ما تتنسى عشقتها فرنسا خلتني محير مقواني عشقها سوسة زادوا داروا عليها العصا كي بغيتو ننسى الاستوار اللي بينها وبيني راني مدمرة خلوني نروح لجنة العمار قلبي تفكر اللي راح حشوك وهدني قطعة تبحر يحسن عونك يا قلبي صبور ما عنديش صغار هاد المحنة راها كواتني مغالب جني ما بغى يغلب جنهم فمع نلقاها صفيان متمني شوفها غير بعيني بعد غيابها يا صفيان هذه المحنة معرف مالها سلبني زينها خيالها يما تمسحرني كيف
كيفاش ياك هما جني ما بغا يغلب جنهم فما نلقى هما لو كان يشوفها غير بعيني راني مدمر خلوني نهج العمر قلبي تفكر لي راح تفك واكني ما نتعاك البحر احسن عونك يا قلبي صبار ما عنديش تهار هذه المحنة راه هدتني قلبي بقلب بيضا البيضا رجع ليه يا تنو
نحي عليا والمحنون لدلالي غاروا منا يا ليلي روكي احنا دلالي روكي احنا دلالي قلبي بغل بيضا برجع لي احنا دلالي قلبي بغطر غطر برجع لي احنا دلالي برجع لي احنا دلالي قلبي بغل بيضا وما واش تقلهم قلبي بغطر
عزيز ويوم البابو دير مزيان تيجي معاكم يوم البابو دير مزيان حبس بنتيني معاكم يا نبحر عليا والمحنان يا نحي عليا وعليك راني نكتب ونغني غادي نبكي كيما بكيتيني والقلب اللي كان خلطني
يواصل الكيان الصهيوني شن سلسلة غارات كثيفة وعنيفة واستهداف للمنازل السكنية ومحيط المستشفيات، حيث عاشت غزة ليلة البارحة ليلة صعبة ومرعبة للسكان منذ بدء العدوان. قصف بحري وجوي ومدفعي غير مسبوق تخلله قطع كامل لشبكة الاتصالات والانترنت وعلى جميع مناطق غزة، أين تم استهداف المناطق الشمالية لبيت لاهيا وبيت حانون وشرق البريج بغارات أقول صهيونية متواصلة وكثيفة. أكثر تفاصيل عن الوضع يحدثنا من القدس الصحفي الفلسطيني ناصر أبو بكر ورئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين. هذا عقاب جماعي للصحفيين الفلسطينيين تحضروا ساعات مسائية منقطعين عن الاتصال بجميع الصحفيين الفلسطينيين المتواجدين في غزة، وعددهم أكثر من 1300 صحفي لا يوجد اتصال معهم نهائيا. يعني نعتبر أن الصحفيين الفلسطينيين في خطر حقيقي بسبب انقطاع الاتصالات، وبالتالي هذه الخطوة يعني في غاية الخطورة. وأيضا عدم تمكن الصحفيين الفلسطينيين المتواجدين في غزة من التواصل مع العالم الخارجي، أيضا هذه قضية في غاية الخطورة بحذر خطورتها. نقول أيضا أن الاحتلال بدأ يمهد لاستكشاف مجازر أخرى بحق الصحفيين، وربما تكون أكثر وأوسع، لأنهم يعني أولا دمروا أكثر من 50 مأسسة، قتلوا أكثر من 24 صحفي، أصابوا أكثر من 30 صحفي، الإذاعات المحلية كاملة لا تعمل في قطاع غزة وعددها 22، هناك عدد من الصحفيين المفقودين، وهناك أكثر من 25 عائلة صحفي فقدت منازلها، وهناك عشرات عدد من الصحفيين فقدوا أسرهم، عشرات من أبناء أسرهم استشهدوا صاروخ الإقصاء. كل هذا الموضوع هو إرهاق الصحفيين من أجل ترهيبهم لكي لا ينقلوا الحقيقة ولا ينقلوا ما يحدث في قطاع غزة، ولكن الصحفيين الفلسطينيين ظلوا مستمرين ويدخلوا تحت القصف حقيقة الجرائم الاحتلالية وتحت قصف الطائرات في ظل يعني عدم وجود أكل وماء وأي مكان آمن. أخيرا قبل أيام لجأوا إلى المستشفيات من أجل أن يبحثوا عن أماكن آمنة ربما يكون فيها أيضا كهرباء وصلات، ولكن بعض المستشفيات أيضا قصفت. نحن نحذر من ارتكاب مجازر بحق الصحفيين الفلسطينيين، ونطلب من كل المؤسسات الدولية والاتحاد الدولي للصحفيين أن يتحركوا فورا لمحاولة إنقاذ الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الدولية لتنقذ الشعب الفلسطيني. فشل الكيان الصهيوني في محاولة اجتياح مناطق الشمال والشرق لقطاع غزة قوبل بتصدي كبير للمقاومة الفلسطينية، مثل ما يؤكد الناطق الرسمي باسم حركة حماس الفلسطينية خالد القدومي. تكثف المقاومة الفلسطينية من ضرباتها الصاروخية على مناطق مختلفة للكيان الصهيوني والتصدي لأي توغل بري للكيان والذي لم يستطع تحقيق أهدافه المسطرة، يوضح خالد القدومي الناطق الرسمي باسم حركة حماس الفلسطينية. هذه الاتصالات انقطعت حتى لا يعرف الآن هذه الجرائم التي يقوم بها هذا المجرم بأنه هم سيوسعوا الهجمة البرية، هم حتى الآن لا يجرؤوا أن يعلنوا ماذا حصل لجنودهم ولدباباتهم. لا يوجد الآن عندنا أرقام حاول أن يدخل مناطق الشمال ومناطق الشرق، تقدم حوالي 50 متر إلى داخل قطاع غزة لكنه انسحب، فكان له مجاهدون في المرفعات مقاومة شرسة الحمد لله، وتكبد خسائر على مستوى الآليات وعلى مستوى الجنود، ولا زالت المقاومة تدافع عن شعبها، لا زالت صواريخ المقاومة تضربهم. كل ما تحدث به عن 100 هدف و150 هدف كله كذب فقط لرفع معنويات جنودهم المحبطة. هذه المعركة
هي معركة نهاية إسرائيل وضرب التوكاتية. وتوالون الاستماع إلى هذه الأخبار من إذاعة الجزائر القناة الأولى. وفي وقفة ترحم بمناسبة الذكرى 61 لبسط السيادة على مؤسستي الإذاعة والتلفزيون، دعا وزير الاتصال محمد العقاب إلى مواصلة مواجهة التضليل والتعتيم الإعلامي الغربي وفضح مجازر الكيان الصهيوني. نستمع إليه في هذا التسجيل لنذير مساوي. ما كان للاستقلال السياسي أن يكون كاملا بدون استقلال إعلامي وعلى رأسها استرجاع السيادة على الإذاعة والتلفزيون. وعندما نشاهد اليوم ما يجري في العالم من حروب إعلامية موجهة وتضليل إعلامي وتعتيم إعلامي أيضا ونشر صور وأكاذيب وتلفيق للحقائق خاصة فيما يجري في غزة الجريحة، ندرك أيما إدراك دلالة ذلك الحادث التاريخي عندما وقع فهنا أباؤنا المسترجعون أو المؤسسون للسيادة الإعلامية الجزائرية. وبهذه المناسبة أيضا ندعو جميع المؤسسات الإعلامية الجزائرية إلى العمل الجدي والجاد من أجل تحقيق السيادة الإعلامية. ونبقى في الذكرى 61 لبسط السيادة على مؤسستي الإذاعة والتلفزيون، حيث نظمت الإذاعة الجزائرية اليوم ندوة فكرية حول انتهاكات الكيان الصهيوني للقانون الدولي الإنساني بمواصلة حربها على الكلمة واغتيال الحقيقة. الندوة كانت من تقديم أمان إدريس وبالنائب الثقافي عيسى المسعودي، وفي سياق ثمن سفير دولة فلسطين والجزائر فايز أبو عيطة تغطية وسائل الأعلام الجزائرية للأهداف والتطورات في قطاع غزة خاصة على مستوى الإذاعة الجزائرية. رايح بك الغزة ديريك بس ما هدرت المشاركون في غزة الصمود إلى توحيد الخطاب الإعلامي العربي لمواجهة سياسة التضليل الغربية على جرائم الكيان الصهيوني في حق المدنيين الفلسطينيين. مصطفى صايج أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3. سلام ورحمة الله. ولا بالربح ما عادش يا اخي، ديك المره رحنا قلنا ما كفاش.
عمليش زعما بريح مازال يمشي كاين تفكرني كيف حياتي تبنيها على كي كنتي يبكي وليتي و كنتي حمامة كعرفتك بكري يا 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 كنت مربيك على يدي يما محينها شطاني حمدها وشدانية عيد صبرها لثماني شهرة هي اللي بيما مخدمت البطل منها تسلح حتك وما فيك ويصلحها وانت يا قلبي تريح مغرام وعيني يما شتها عند الباب البطل فيها نازمنا وصلنا قلت تفضل مرحبا بك يا عيني يما رحتيها وحدة وحدة ما تلتش على الفرد وعيني ديك الخودك احنا سودك المفلقين في العقلية هنيني يا بنت الناس علاش راكي تعذبي فيا ولا رحت عليا راه قلبي بنتي بنتي يا ما هنيني يا بنت الناس علاش راكي تعذبي فيا
أرجو عين سي الغياب في بعض اللحظات، أرجو عين سي الغياب في بعض اللحظات، أرجو عين سي الغياب في بعض اللحظات. عمري طولتي الغيبة الغيبة حتى الزوال تفات، وانتي شوقي طولتي الغيبة الغيبة حتى الزوال تفات. ما نبغيش كنت الزعفي، ما نبغيش اللي يخرب فيه، انتي روحك تعرفي وحدي نكره بلادي. ما نبغيش كنت الزعفي، ما نبغيش اللي يخرب فيه، انتي روحك تعرفي يا وحدي نكره بلادي. وحنا لك القيمي في جامي نسوني فوق الدمار، حنا لك القيمي في جامي نسوني فوق الدمار، جامي نسوني فوق الدمار. زين ونبقيكم بالكمار. Thank you.
يا
سوني نسكن واش معمي حيدي وهاي دلالي حبسوني نسكن واش معمي حيدي وهاي مكتوب مكتوب أزيدي وعدك وهاي دلالي مكتوب 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 عليا حبك I'm gonna make you mine.